السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة. يا رب النهاردة اطباقنا ووصفاتنا تعجبكم وتجربوها واعرف رأيكم فيها ايه. وصفاتنا النهاردة بسيطة، القرنبيط من الخضروات الجميلة جدا، مفيد جدا جدا، يعني في ناس بتحبه وفي ناس ما بتحبوش. هنعمله النهاردة بطريقتين ان شاء الله تجربوها وتحبوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. يلا بينا نشوف اول وصفة معانا النهاردة. هنعمل القرنبيط المقرمش. عندنا زهرة قرنبيط او وحدة قرنبيط، هنقطعها وردات صغيرة ونسلقها في مية وملح وكمون تلتين سوا، مش هنتقل عليها السوا علشان ما تبقاش مهرية مننا. والخلطة بتاعتنا هتبقى عبارة عن ايه؟ كوباية لبن، كوباية دقيق، عندنا بيضتين، ومعلقتين كبار من البقدونس المفروم، ومعلقتين كبار من الكزبرة المفرومة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة من التوم البودر، وشطة دي حسب الرغبة، ملح وفلفل اسود، وعندنا معلقتين كبار من النشا وزيت علشان نقلي فيه. تمام؟ طريقة سهلة وحلوة جدا، فيها اضافة بسيطة. احنا ضايفين هنا النهاردة ضايفين نشا وضايفين بيكنج باودر. البيكنج باودر من الحاجات اللي بتخلي الكفر بتاع القرنبيط يبقى هش، والنشا بيخليه مقرمش. ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. عندنا البيض، هنضيف عليه كل البهارات اللي عندنا. ده كركم هيدي لون حلو قوي، نحط معلقة صغيرة بيدي لون حلو قوي للقرنبيط. والبيكنج باودر، عندنا معلقة صغيرة من الكمون، وادي توم باودر، وملح وفلفل، هنراعي ان احنا حاطين في مية السلق بتاعت القرنبيط حاطين فيها ملح. هقلب الحاجات دي كلها مع البيض او التوابل كلها مع البيض. شايفين الكركم هنا هيدي لون حلو جدا. وعندنا الدقيق، هنضيفه، والنشا، هنقلب، وهننزل باللبن بتاعنا حبة بحبة لغاية ما ياخد القوام اللي أنا محتاجاه. القوام عندنا هيبقى عامل زي قوام البانكيك. أهو بدأ يظبط معانا. أهم حاجة تبقى المكونات كلها متجانسة مع بعض، ما يبقاش فيه كلاكيع ولا حاجة. تمام، حلو كده. هنحط كمان شوية لبن صغيرين، يبقى اللبن في إيديكي تحكمي فيه. تمام، ما تحطيهوش كله مرة واحدة، حبة بحبة لغاية ما تاخدي القوام المطلوب. بصوا حلو قوي كده، شايفين ولونه كمان جميل جدا. حطينا فيه نشا، حطينا بيكنج باودر عشان يدينا هشاشة كده للقرنبيط. واخر حاجة معانا الخضار بتاعنا اللي هو الكزبرة والبقدونس، هنضيفهم. دول بيدوا ريحة حلوة قوي وطعم حلو للقرنبيط مع القلي. تمام جدا. لو حسيت ان هي تقلت شوية كمان شوية لبن والدنيا هتظبط زي الفل. بصوا الخلطة بقى بتاعتنا بقت جميلة قد ايه، قوامها حلو، ريحتها كمان حلوة جدا، وان شاء الله نتيجة زي الفل. الزيت بتاعنا على النار بيسخن، والقرنبيط بتاعنا زي ما قلتلك هتجيبي القرنبيطاية وتقطعيها وردات صغيرة، وبعدين تغلي مية، والمية دي تحطي فيها ملح وكمون، ولما تغلي هتنزلي بوحدات او وردات القرنبيط وتخليها تستوي على نار متوسطه لغايه ما تاخدي نتيجه اللي هي مش مستويه ومهريه جامد ولا نيه. تمام، علشان لو اتهرت هيبقى صعب جدا انك انت تتحكمي فيها وشكلها مش هيبقى لطيف في التحمير. هوريكم كده
اهو القرنبيط بعد ما سلقناه بصي بنقطعه صغير كده، بصي في تماسك شويه اهو ومستوي في نفس الوقت، يعني متماسك جامد مش بدوس عليها بتتهري خالص، وفي نفس الوقت تتقطن معايا وسهله جدا ومستويه وجميله. يبقى تلتين سوا هو احسن حاجه علشان يطلع معاكي مظبوط ويديكي شكل كويس. ومعانا ناديه. اهلا ناديه. ايوه مدام فاطمه. اهلا حبيبتي، ازيك عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله، ازي صحتك؟ الله يخليكي يا حبيبتي، الله يكرمك. عايزه استفسر من حضرتك في حاجه. اتفضلي. الو. ايوه يا حبيبتي اتفضلي. انا عملت 3 كوبايات بتاع ده سمسم وشمعتهم على النار. تمام. ونص كوبايه دقيق وشمعتها على النار ومعاهم زيت وعملتهم في الخلاط، بس بعد ما عملته طعم الطحينه ممرر، ايه السبب؟ معلش، 3 كوبايات سمسم؟ اه 3 كوبايات سمسم اللي هو المج دوت سمسم، وشمعته على النار عشان الرطوبه تطلع. ايوه بالظبط. وشمعت برضك نص كوبايه دقيق. أوه. والزيت زيت دوره، بس بعد ما عملته حاسه ان الطحينه مبرره. طيب دقتي شويه؟ دقتي السمسم؟ دقتي السمسم نفسه؟ في سمسم بيبقى ممرر على فكره. دقتي السمسم نفسه قبل ما تعملي يعني باي حاجه؟ نوعيه السمسم وحشه؟ اه طبعا. اه طبعا ممكن، اصل انت ما حطيتيش حاجه غريبه. ممكن يعني. ده دقيق وزيت. نعم. ما فيهوش حاجه مره، يا نوع الزيت مش كويس يا السمسم نفسه مر. تمام. يبقى ندوق السمسم يعني الاول. ممكن يكون السمسم هو اللي مر. اه طبعا اكيد، يعني في الغالب جدا يعني هيبقى السمسم هو السبب. طب اعالجه بايه؟ ملوش علاج؟ لا، هو طبعا لو السمسم نفسه مر ملوش علاج، يبقى بعد كده ناخد بالنا من الخطوه دي كلنا وكل اللي بيسمعونا، ان قبل ما تعملي الطحينه دوقي السمسم نفسه، شوفيه طعمه كويس ما فيهوش اي مراره اشتغلي بيه. لقيتي فيه مراره لا يبقى حرام علشان ما نكملش. وطبعا اي حاجه بندخل فيها زيت في وصفات يفضل ان الزيت يكون نوعيته كويسه علشان يديني نتيجه كويسه. اقول لحضرتك انا عملت زيت دوره كويس جدا. يبقى هو العيب يا حبيبه قلبي في السمسم. تمام، يبقى العيب عندنا في السمسم يا حبيبه قلبي. طيب الزيت بتاعنا سخن، ههدي عليه النار شويه، يبقى على نار متوسطه علشان ما ينزلش، مجرد ما نزل مجرد ما يتحرق. تمام. ونزلت القرنبيط بتاعي في الخلطه الجميله اللي احنا عملناها. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي ننزل كده. طبعا افضل حاجه بايدينا، عشان كده لبست الجلافز بقى وايه، وهنشتغل وبسرعه علشان كله يبقى بنفس اللون قد ما نقدر. لما بيبقى كميه صغيره بتنزل مره واحده بتمتص سخونيه الزيت وبتحمر بسرعه قبل الباقي. وهنجيب شوكه ونقلب. بسم الله. يبقى زي ما قلت، اول ما الزيت يسخن هدي النار شويه، خليها متوسطه، وبعدين ابداي حمري علشان ياخد راحته في التسويه، عشان برضو العجينه دي معانا تستوي ما تبقاش نيه من جوه. معانا مين؟ يمنى. اهلا يمنى. اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا يمنى، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كويسه، انا بحب حضرتك خالص. اخبارك يا يمنى؟ ألو؟ ايوه يا حبيبه قلبي اتفضلي. انا ازيك يا شيخ؟ انا بس انا كنت عايزه اسال عن طريقه عمل الشكلمه. شكلمه؟ حاضر يا حبيبتي، نعملها قريب مع بعض ان شاء الله. حاضر يا يمنى، ليكي اي طلبات تانية؟ لا يا شيخ، شكرا. ميرسي يا حبيبتي لاتصالك، نورتيني يا قلبي. يبقى الخلطة بتاعتنا هنحط القرنبيط فيها وننزل وحدات القرنبيط كده في زيت يكون سخن بس على نار متوسطة علشان ياخد كفايته في التحمير ويستوي، والقرنبيط اللي احنا قلنا تلتين سوا كمان يكمل التسوية بتاعته. تمام. بصوا بقى، لما انا مليت الطاسة ابتدى يحمر براحته وياخد لون كويس. لما تكون الزيت سخن قوي وبننزل بكمية قليلة طبعا بتتلهف على طول وتاخد لون غامق على طول، ريحته حلوة قوي. النشا هيديله قرمشة، والبيكنج باودر هيديله هشاشه، يبقى هش كده مش مكتوم. ساعات تحسي ان القرنبيط من جوه مكتوم ومعجن كده، هنا البيكنج باودر هيحل لنا المشكله دي. وابتدي اطلع بقى، طبعا هنطلع على ورق مطبخ علشان يمتص اي دهون زياده.
طريقة سهلة، شفتوا قد ايه بسيط، سهل جدا. اعدل السماعة. ايوه طيب حاضر، طلع بس شوية قرنبيط. بصوا ابتدى ياخد بقى راحته خالص في التسوية لما هديت عليه النار شوية، شايفين؟ وريحة الكزبرة والبقدونس مع الخلطة تحفة جدا. هنشوف بقى معلومة عن القرنبيط ونطلع فاصل صغير خالص، وانا هكمل تحمير القرنبيط ونرجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، والقرنبيط بتاعنا خلاص اتحمر وخلصنا الكمية بتاعتنا، لونه بقى جميل جدا ومقرمش خالص وطعمه حلو جدا وريحته كمان تحفة. كل ما كانت الوردات حجمها معقول وصغير شوية بتبقى ألذ كمان ما تكون كبيرة. يبقى اتفقنا الزيت سخن على نار هادية أو متوسطة كده علشان يستوي معاكي كويس، والخلطة اللي احنا عملناها تاخد وقتها في التسوية وتديكي نتيجة حلوة ما تبقاش كمان معجنة من جوه. وكده تمام زي الفل، خلصنا تحمير. وادي القرنبيط بتاعنا، مقرمش ومخرفش خالص. بقدونس بقى كده على الوش، هو طبعا فيه الخضره بتاعته من جوه، ريحتها حلوه قوي وباينه خالص في التحمير اهو. ده اول طبق معانا. عندنا طبقنا التاني برضو من القرنبيط، بس هنعمله بقى بطريقه مختلفه شويه، يعني نحاول كده نتحايل على اولادنا علشان ياكلوا القرنبيط لو مش بيحبوه بالطريقه دي. هنعمله ازاي؟ هنعمل قرنبيط جراتان، هندخل فيه جبن وندخل فيه لبن وهيبقى لذيذ جدا، شكله بيبقى حلو في الاخر، ومطه الجبنه دي بتعجبهم جدا ان شاء الله ياكلوه. عندنا وحده قرنبيط تكون صغيره مسلوقه كويس، بقى دي عايزينها مسلوقه كويس عشان ايه؟ هنهرسها تتهرس معانا بسهوله. تمام، هسلقينها في ميه بملح وكمون، نص كوبايه من البقدونس المفروم، عندنا نص كيلو فلفل من فلفل الوان مكعبات صغيره، معلقتين كبار من الجبنه الكريمي، وكوبايه لبن، وعندنا كوبايتين من ميكس الجبن المتوفر عندك، موتزاريلا على شيدر على رومي، وملح وفلفل اسود، بس كده. تمام، وهنجيب بوله وادي القرنبيط بتاعنا، دي كمية كبيرة، انا عايزين واحدة قرنبيط صغيرة، او احيانا احنا لما بنسلق القرنبيط لو اتهرى مننا شوية ولا حاجة بتلاقي في الاخر كده شوية حاجات كده مش عارفة تتحكمي فيها في التحمير زي ما انا كنت بحمره كده، فخليها للموضوع ده، يعني اعملي حبة كده وحبة كده. تمام، هبتدي اهرسهم كده. يعني هنهرسهم مش قوي، بس نخلي بقى القطع صغيرة عشان لما تطلع معانا في المعلقة أو في الشوكة تبقى حتت صغيرة مش كبيرة. معانا مين؟ نيرة. أهلا نيرة. ألو. ألو، إزيك؟ الحمد لله. عاملة إيه يا حبيبتي؟ ألو. أيوة حبيبتي اتفضلي، أخبارك إيه؟ أنا بحبك قوي يا طنط. حبيبة قلبي تسلميلي، روح طنط والله. انا بتابعك على اليوتيوب. بجد؟ ايه الاخبار؟ احلى وصفه عجباكي ايه بقى؟
كل الوصفات. حبيبة قلبي كلك ذوق. أنا عايزة أعرف الملبن الأحمر والسودانية. الإيه؟ ملبن الأحمر والسودانية. أنا مش سامعة كويس. ملبن أحمر وسودانية، طب إحنا عملنا السودانية، نعمل لك بقى الملبن الأحمر، ماشي يا نيرة؟ ماشي يا روحي، نورتيني باتصالك يا قلبي. بصوا بقى أنا هرست القرنبيط خالص أهو، بقى يعني حتت صغننة خالص عشان وإحنا بناكل تطلع معانا بسهولة، وهنحط بقى ملح وفلفل، لو بتحبي سبايسي ممكن تحط شوية شطة، مش هكتر الملح عشان احنا سالقين في ميه وملح وعندنا جبن، فيدوبك ايه رشه بسيطه عشان هضيف لبن وهضيف بقدونس وفلفل وكده، وهحط البقدونس فلفل الوان تمام، ونجيب معلقه وهنضيف اللبن، مش هحاول اضيفه كله، شويه كده عشان لو احتجت تاني اخد، ما احتجتش يبقى خلاص تمام. يبقى احنا حطينا هنا بعد ما هرسنا القرنبيط بقدونس مفروم، فلفل الوان متقطع صغير، حطينا كمان ملح وفلفل، ملح قليل علشان احنا سالقين القرنبيط في ملح وكمون، وكمان عندنا شويه جبن هنضيفها، دي جبنه كريمي ودي جبنه مشكله موتزاريلا وشيدر ورومي، هاخد بس نصها تمام كده واسيب الباقي، هقلب بقى ده كله مع بعضه، شايفين حلو جدا كل حاجه عندنا هنا اصلا مستويه، ما فيهاش حاجه محتاجه وقت كبير في التسويه اهي، بس هنقلب كويس بس عشان احنا حاطين جبنه كريمي عشان تتخلل كل المكونات. ومعانا ناهد. الو، كنت عايزه اكلمها يا تسعه، بس اكلمها حبيبتي. انت ناهد؟ الو. ايوه ازيك يا ناهد؟ اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ ايوه كده انا قلت برضو. ازيك عامله ايه مدام ناهد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازاي صحتك؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. الحمد لله. لا بنشكرك على الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها لنا. ميرسي يا حبيبتي، ده من ذوقك والله، تسلمي لي. الله يخليك. عايزاكي تجربي القرنبيط بقى بالطريقه دي وتقولي لي رايك ايه. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا روحي باذن الله. انا عايزه اعمل اهداء لحفيدتي. اتفضلي يا روحي. ايوه اتفضلي طبعا. عايزه اقول لها كل سنه وانت طيبه. عايزه اقول لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه يا حبيبه قلبي، عقبال ما تفرحي بيها ان شاء الله. الله يخليك. الله يخليك. الله يكرمك يا روح. الله يخليك يا استاذه فاطمه. الله يخليك، نورتيني باتصالك يا حبيبه قلبي. بعد ما خلطنا كل المكونات اللي احنا قلنا عليها، حطينا الفلفل والبقدونس والقرنبيط المسلوق، حطينا كمان معلقتين من الجبنه الكريمي، وتبلنا بملح وفلفل بسيط تمام، وشويه من الجبن المشكله اللي عندنا، حطيناهم في بايركس او في اي صينيه فرن وسويناهم، وهبتدي احط بقيه الجبن اللي احنا سايبينها على الوش. تمام، هنوزعهم كويس، وزي ما قلنا مكوناتنا كلها ما فيهاش حاجه محتاجه تسويه اصلا، مجرد ان هي بس هتدخل الفرن يا دوبك الجبنه تسيح وتاخد لون حلو من على الوش، وهيبقى معانا جراتان القرنبيط، طعمه حلو وشكله حلو، ان شاء الله يعجب الولاد وياكلوه، وعلى فرن حامي خالص على الرف الوسطاني لغايه ما ياخد لون حلو ونطلعه على طول من الفرن. تمام، يلا على الفرن. زي الفل، وهنطلع فاصل صغير خالص ونرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم.
ورجعنا لكم تاني ومعانا فطيرة الشاي. هنعمل فطيرة حلوة قوي النهاردة، ممكن تبقى فطاير براحتك خالص. هنعمل منها بالجبنة، طعمها بقى حلو جدا، تقدري تقدميها في عشوة كده جنب الشاي أو أي مشروب هتعجبكم جدا. كمان طريقتها سهلة قوي. يلا بينا نشوف المقادير. عندنا 4 كوبايات من الدقيق، نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح، مية دافية للعجن. مش هنحتاج كتير لأن عندنا في لبن، فمش هنحتاج مية كتير، وهناخد حبة بحبة كده معانا. وعشان نحشي الفطاير هنحشيها أي نوع جبنة أنت بتفضليه. النهاردة معانا جبنة براميلي، وعندنا فلفل ألوان مكعبات، تقدري كمان تحطي بقدونس، وعندنا حبة البركة. وعشان ندهن وش الفطيرة أو الفطاير عندنا بيضة، معلقتين لبن، ورشة فلفل أسود، وطبعا على الوش هنحط حبة البركة زي ما تحبي أو ممكن سمسم. مقادير سهلة وبسيطة، ممكن تقومي تعمليها على طول بعد الحلقة، مش هتاخد معاكي وقت خالص. وفي العجان أو على إيدينا زي ما اتفقنا، العجن سهل جدا مفهوش أي حاجة. عندنا 4 كوبايات من الدقيق المنخول، هنضيفهم في العجان. بسم الله. ومعانا المكونات، الجافة، لو انتي ما اختبرتيش الخميرة بتاعتك وما تعرفيش مدى فعاليتها وانها كويسة ولا مش كويسة، فهتضيفيها في اللبن الدافي ومعاها السكر وتقلبيهم وتسيبيهم شوية. لو لقيتيها اتفعلت وعملت فقاقيع وفوليوم عالي كده يبقى هي تمام وشغالة وزي الفل، هتضيفيهم كلهم للدقيق. بما اننا احنا مجربينها كتير فانا هحط على طول على الدقيق، بس الاختبار ده ضروري تعمليه لو بتجربي خميرة لأول مرة او بقالها كتير عندك مركونة ولسه هتشتغلي بيها. هحط كمان هنا الملح، يعني حوالي ربع معلقة صغيرة. هنقلب المكونات الجافة دي مع بعض. بعد ما اختلطوا كويس مع بعض المكونات اللي احنا حاطينها الجافه اللي هي الدقيق والملح والخميره والسكر، هضيف اللبن، ومعانا الميه، ميه دافيه، ونعجن. محتاجة شوية مية صغيرين هنحط لها. وهنبتدي هنحط الزيت بتاعنا حبة بحبة كده ونلم بيه العجينة مع العجن. طبعا كل ما عجنتي اكتر كل ما خدتي نتيجة افضل، يعني 7 دقايق 10 دقايق كل ما عجنتيها هتديكي نتيجة حلوة جدا وتبقى هشة قوي معاكي. هنضيف الزيت بقى،
لينه شويه بعد ما حطينا لها الزيت لانت شويه، هحط لها رشه من الدقيق ومفيش مشكله خالص زي ما قلت لك ما تخافيش خالص من العجين. عايز منك دقيق حطي مفيش مشكله، عايز منك شويه ميه برده مفيش مشكله خالص، شويه دقيق بسيطه كده ونلم بيه العجينه بتاعتنا. تمام جدا اهو، ادي العجينه بتاعتنا، وزي ما قلت لك كل ما عجنتيها اكتر كل ما اديتك نتيجه افضل. بصي لما تكون العجينه معاكي لينه بالشكل ده، هي لينه اهي، بس بصوا ما بتلزقش في ايديا، ما بتطلعش عجين في ايديا خالص، بس بصي عامله ازاي، بصي تحفه. دي هتديكي نتيجه روعه جدا، معجنات هشه وطريه مش ناشفه ومكتومه، شايفين العجينه حلوه جدا. هنحطها في بوله ونغطيها ونخليها لما تخمر. تمام، طالما في خميره يبقى لازم نسيب العجينه تخمر، ومعانا عجينه جاهزه اهي وخمرانه، ونركن ده بقى على جنب شويه. تمام، ومعانا ايمان، اهلا ايمان. الو، ازيك يا ايمان؟ طيب الخط فصل، حاولي تتصلي بينا تاني يا حبيبه قلبي. ومعانا دقيق هنرش كده على الرخامه بتاعتنا وننزل العجينه بتاعتنا. العجينه بعد ما خمرت بقى كمان تحفه جدا، بصي بتتفرد معاكي بسهوله. ضروري يبقى فيه دقيق على الرخامه علشان ما تلزقش معانا، والنشابه بتاعتنا، ونبتدي نفرد. بسم الله، معانا ام عبد الله، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله، ازيك يا شيف؟ الله يخليكي، عامله ايه؟ الحمد لله. عايزه اسال حضرتك عن حاجه. اتفضلي. انا بعمل البيتزا وبعمل خطوات صح، بس بتطلع معايا من تحت الديل كده ناشف. العجينه نفسها ناشفه؟ ايوه العجينه بتطلع ناشفه من تحت. طيب اكيد الفرن بتاعك ناره هاديه، او بتسويها ازاي؟ بتحطيها تحت على ارضيه الفرن ولا بتحطيها في النص؟ لا بحطها على الشبكه. اه هو ده بقى. بصي يا حبيبتي، اي معجنات حطيها على ارضيه الفرن وما تخافيش، تمام؟ هي ما بتحتاجش وقت طويل في التسويه. مجرد انك انت هتتابعيها، ما بتاخدش اكتر، يعني ما فيش معجنه بتاخد اكتر من 10 دقائق في الفرن، تمام؟ لو خدت اكتر من كده يبقى الفرن مش مظبوط والمعجنات هتطلع معاكي ناشفه. تمام؟ يبقى انت هتحطيها على ارضيه الفرن وتتابعيها، اول ما تلاقيها بقت خدت. انا لما اجي بطلعها بعملها بس تبقى من فوق برضه نيه من عند العجين. ازاي ده؟ يبقى الفرن هادي زي ما بقول لك، لا شغلي لها من فوق ومن تحت هتستوي وتبقى جميله جدا. وبعدين هقول لك على حاجه، لو الخميره بتاعتك مش كويسه والعجينه بتاعتك مش خمرانه برده هتطلع معجنه وناشفه ومش لطيفه، تمام؟ حطي مع العجينه بتاعت البيتزا، حطي بيكنج باودر كمان، هيساعدك جدا لما العجينه تدخل الفرن كمان ان هي تقب وتبقى هشه وتديكي نتيجه حلوه. التسويه يا جماعه في المعجنات اهم حاجه بعد العجن وبعد الخميره، يعني عندنا اساسيات في العجن كده ما ينفعش نغفلها خالص، العجن الكتير، الخميره نوعيه كويسه، كمان التسويه على نار عاليه علشان المعجنات ما بتاخدش وقت كبير في التسويه، عشان ممكن بعد ما عملتي كل حاجه كويسه تدخليها فرن هادي فتطلع معاكي ناشفه خالص وما تديكيش نتيجه مظبوطه. طيب فردنا العجينه بتاعتنا بسمك نص سنتي بالشكل ده، تمام؟ يلا نقطع بقى بالقطاعه. تمام، ممكن. طيب هقطع انا بقيه العجينه وانتوا هتشوفوا معلومه عن العجين
وفاصل صغير خالص ونرجع لكم نشوف هنعمل ايه بعد ما قطعنا العجين بتاعنا. فاصل صغير. شفتوا بقى القرنبيط الجراتان طالع شكله يفتح النفس بجد وبيبقى طعمه حلو جدا، تغيير عن المعتاد. وتعالوا بينا بقى بعد ما قطعنا العجينه بتاعتنا دواير بالشكل ده نشوف هنعمل فيها ايه ونحشيها ازاي. عندي جبنه براميلي، ممكن اي نوع جبنه بتحبوه، هنهرسها ونضيف عليها مكعبات من الفلفل، ممكن كمان بقدونس مفروم، ممكن زعتر، تمام كده. وهنجيب معلقة عشان نحشي بيها. تمام. طيب هناخد شوية من الحشو على واحدة من الفطاير كده وهنبتدي نعمل فيها، نقفلها من الناحية دي ونقفلها من الناحية، تبقى عاملة زي المركب بالظبط. تمام اهو، والحشوة في النص بالشكل ده، وصينية مدهونة او مفروشة ورقة زبدة، وهنبتدي نرص عندنا وحدات الفطاير، شوية حشو صغيرين خاصة لو الجبنة فيها نسبة ملوحة مش محتاجين ان احنا نكتر، ونقفل كده تبقى بالظبط شكلها زي المركب. وهنبتدي نرصهم كده اهو، بصوا الشكل. تمام غيره. طريقة سهلة خالص، ممكن تسويها كوحدات منفصلة لوحدها، وتقدري تعمليها زي ما انا بعملها كده وتطلع كلها فطيره شبكه في بعضها. ولا اسهل من كده، والنتيجه بتطلع تحفه جدا. نخليها بورب كده شويه علشان يترصوا جنب بعض. واخدين بالنا بنعمل ايه بعد ما بنحشي ونقفل بالشكل ده؟ بصوا بنرص في الصينية بورب شوية بالشكل ده، بصوا اهو، يعني الدايرة بتاعتها او وسطانيتها بتبقى على حرف الاولانية، ماشي، عشان تطلع معانا كلها زي الوردة كده، زي الفطيرة كلها متشبكة في بعضها. تبتدي تشيلي واحدة بواحدة ساعة الاكل،
وزي ما قلت لك تقدري تسويهم كل واحده منفصله لوحدها. اهو كده شايفين؟ ابص بس على اللي في الفرن، واو يا دوبك. بص شكلها بقى بعد ما بتطلع من الفرن وتستوي شكلها بيبقى تحفه جدا، فطيره متكامله على بعضها. بس ساعه الاكل بتبقى تقدري تشدي بقى واحده بواحده، كل واحد ياخد واحده كده، بتبقى شكلها لذيذ جدا. نكمل برضو مع بعض كده عشان نشوف الشكل النهائي بتاعها. طبعا يفضل انك انت تدهني الصينيه بتاعتك ماده دهنيه، وكمان او تحطي ورقه زبده، اي حاجه علشان تديكي نتيجه كويسه وتترفع معاكي من الصينيه بسرعه. بعد ما بنخلص حشو ونرص وحدات الفطاير بتاعتنا، عندنا الدهان بتاعنا بيبقى عباره عن بيضه، البيضه دي هنحط لها رشه من الفلفل الاسود علشان ما يبقاش فيه ريحه زفاره، وكمان هنحط معلقتين لبن عشان يخفوا قوام البيض شويه، وبعدين ندهن الفطاير بتاعتنا بعد ما تكون خمرت. وانتي بتدهني لازم تدهني بالراحه خالص علشان ما تطلعيش التخمير تاني بعد ما الفطاير اتخمرت، ما تطلعيش منها التخمير مره تانيه، تمام؟ يبقى ندهن بالراحه خالص بفرشه بالراحه خالص، وبعد كده نرش حبه البركه. وبعد ما نرش حبه البركه طبعا هنكون مجهزين الفرن بتاعنا على درجه حراره 200 او 220، وزي ما قلت لصديقتنا اللي اتصلت، المعجنات مش بتاخد وقت كبير في التسويه، ما بتاخدش وقت كتير في الفرن، على درجه حراره 200 او 220 على حسب فرنك، وبتحطيها على ارضيه الفرن لغايه ما تاخد لون ذهبي من تحت. هتشغلي لها الشوايه عشان تاخد لون ذهبي من فوق، اما لو شوايتك بتشتغل وده الافضل لان هيديكي نتيجه حلوه جدا ومعجنات اخف واطرى. شغلي الاثنين مع بعض وحطي برده على ارضيه الفرن، هتلاقيها خدت لون من تحت ومن فوق بسرعه واستوت وبقت جميله جدا. بصوا الشكل النهائي، زي ما عملنا الدايره دي هنعمل دايره تاني جواها وجواها لغايه ما نخلص كل المقدار. بالشكل ده بتطلع حلوة جدا، وزي ما قلتلكوا بعد ما بنخلص خالص عندنا خليط بيبقى من البيض واللبن وعليه رشة بسيطة من الفلفل، ده عشان ما يبقاش فيه أي زفارة للبيض. هنربهم مع بعض. وبندهن الفطاير بتاعتنا، وزي ما عملناها فطيره واحده كامله ممكن نسويها وحدات منفصله بالشكل ده، تبقى كل واحده لوحدها. بس قبل ما تدخليها الفرن عيدي عليها تقفيل تاني بالشكل ده عشان ما تفكش منك في الفرن، ماشي؟ او قبل ما تدخليها على طول لزقيهم تاني في بعض كده. وندهن بقى، ومعانا ايمان. اهلا ايمان. اهلا شيف فاطمه. اهلا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله تمام. اخبارك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله تمام. عايزه اسال حضرتك، انا عملت الحمصيه والفوليه، عملت 3 كوبايات سكر، ايوه، وكوبايه ميه، وحطيت عليها الفانيليا والمعلقتين العسل النحل، ايوه، ورشه البيكربونات، تمام، والليمون، وحطيت ميه سخنه وعملت الحمص وهو سخن، بس سكرت بعد ما خلصت. فين الليمون؟ حطيته. حطيتيه وعقدت كويس معاكي وخدتي لون ذهبي منها؟ تمام، وعملت، وبعد ما حطيت البيكربونات عملت اللون البيج وغلت واتفيت عليها، وسخنت الحمص والفول وحطيتها، بس بعد ما وحط عسل ابيض لقيتها سكرت، عملت سكر. قلبتي وهي على النار؟ قلبتي وهي على النار؟ طيب بصي، ما تقلبيش السكر هو على النار، ويفضل لو السكر بتاعك يفضل ان هو يكون سكر فاتح واللي هو لونه ابيض، وكمان يكون حبيباته ناعمه مش خشنه، تمام؟ عشان يديكي نتيجة كويسة. في سكر فعلا بيتحول يعني بعد ما يفك ويسيح وكل حاجة يرجع سكر تاني، بيبقى برضو من
عيب من السكر او انتي قلبتيها وهي على النار، السكر اتقلب فرجع سكر تاني. ان انا ما اقلبش خالص. لا ما تقلبيش. لا ساعة ما احط البيكربونات. بالظبط كده، في الاول هزي بس الكاسرولة بتاعتك هز كده بحيث انك انتي تقلبي كله مع بعضه تمام، وبعد كده لما تحطي البيكربونات لازم بقى تقلبي علشان تختلط وتنزلي الحاجة وتقلبيها على طول تمام. نورتيني يا مدام ايمان، نورتيني يا حبيبتي. خلاص يبقى بعد ما الفطاير بتاعتنا بتختمر بندهنها بالراحه خالص بخليط البيض والفلفل واللبن، ونحط عليها حبه البركه، وعلى فرن سخن جدا على 200 او 220، وعلى ارضيه الفرن هندخلها على الارضيه لغايه ما تاخد لون من تحت، وبعدين نشغل لها الشوايه عشان تحمر من فوق. ما بتاخدش في الفرن 10 دقايق، اي معجنات هتاخد منك اكتر من 10 دقايق في الفرن دي هتطلع معاكي ناشفه. ونشوف دي بقى نطلعها كده. بسم الله. تاني. تمام بسم الله. تمام. وادي الفطيرة بتاعتنا. تحفة. الصينية بتاعتنا كانت مدهونة كويس. بصي بقى ساعة الأكل هنبتدي نشد بقى كل واحد فطيرة كده مع الشاي أو أي حاجة بنشربها. عايزة أوريكم بقى قد إيه كمان العجينة نفسها منفوشة هشة. بصوا تحفة جدا، لون الأرضية كمان جميل جدا، حاجة تفتح النفس بجد. شتا والسقعة بتحب الحاجات دي جدا. يلا بقى قوموا جربوها وقولوا لي رأيكم إيه. زي ما قلت لكم تقدروا تسووها فطيرة على بعضها وتقدروا تسووها وحدات لوحدها. يا رب اطباقنا النهارده تكون عجبتكم، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، وتجربوا كده وتقولوا لي رايكم ايه. استناكم بكره ان شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.